بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم نكمل السيشن السادس بما يخص اللكتشر الثاني اللي هو Principles of Receptor Mediated Endocytosis. الفكره وما فيها بهذا السيشن او هذا اللكتشر من السيشن السادس هي الاتي: عندك خليه معينه، هاي خليه مثلا، واكو مكونات برا، زين، تريد تاكل هي الخلية، تريد تاكلين ذن المكونات بمختلفين، اوكي؟ شلون تاكلهن؟ عندك راح نسولف عليها، اكو الابتلاع الخلوي، او اذا هو بداخل او تريد تطلع الى الخارج، شنو نسميه؟ الاخراج الخلوي. هاي كلها اخذناها احنا شنو؟ صف سادس بالفصل الاول مال احياء. مجرد هسه راح يصير عندي في التكرار، مجرد راح نكرر وشوي ندخل شوي دي باشياء مهمه نستفاد منها، فاتفقنا طلاب؟ ان شاء الله. نجي اول شيء ننطلق، بسم الله الرحمن الرحيم، الاندوسايتوسيس. هسه احنا راح نحكي طبعا في المحاضره، اعتقد الاكسوسايتوسيس ما راح نتدخل عليه اللي هو الخارج الخلوي، راح نحكي يعني عنه في اشياء بسيطه. زين، بالنسبه الى الاندوسايتوسيس اللي هو الابتلاع الخلوي، بالنسبه الى الابتلاع الخلوي يا ابطال، فهو يعني ينقسم نوعين: عندي فاجوسايتوسيس وباينوسايتوسيس. هذا هسه هذا شنو هذا؟ اذا نترجمه هذا يسموه الادخال الخلوي، يعني اكو شيء خارج الخليه شنو نريد ندخله داخل الخلية. هاي سفتين بنوعين، انت هسه متاكل، لو تاكل لو تشرب فيدخل داخل جسمك. فالاكل، الاكل الخلوي او البلعمه شنو نسميها؟ نسميها الفاجوسايتوسيس، من اسم سيل ايتينج، يعني تاكل، فاجوسايتوسيس. والله فديك سؤال شوي طارد يعتبر، منو اشهر الخلايا اللي سولفنا عليها خصوصا بالميكانيزم اوف ديزيز، ان الخلايا تتميز بخاصيه البلعمه؟ 1 2 3 4 5، اللي جاوب واللي ما جاوب فهي الماكروفيج، اوكي؟ الماكروفيج اللي هن احد الخلايا الموجوده تابعه للنظام الدفاع، وزاره الدفاع مال الجسم، اللي هي من الاميون سيستم، وظيفتها تاكل الاشياء، الجلد الميت، النسيج الميت، الاجسام الغريبه الفورين بوديز الى اخره، موجوده هم بالانفلاميشن، وعندها وايد سوالف سولفنا عليها. المهم هسه خلصنا من الاكل، زين، هي هم تريد تشرب. الشرب اللي هو الشرب الخلوي شنو نسميه؟ باينوسايتوسيس، باينوسايتوسيس يعني اكو ليكويد سواء خارج الخليه ندخلها داخل الخليه. زين، هنا شويه بعد نقسم الباينوسايتوسيس شويه بعد تقسيم، اكو هو فلويد فيز باينوسايتوسيس، يعني هو يعني حرفيا انه يكون اشياء سواء تدخل داخل الخليه اللي هي شرب وفلويد فيز، اوكي؟ النوع الثاني هو شنو نسميه؟ الريسبتر ميديتد اندوسايتوسيس. هذا هو محور اهتمامنا بهاي المحاضرة اللي راح يكون receptor mediated endocytosis، اللي هو اختصاره RME، receptor mediated endocytosis. راح نفتهمه شنو هذا الريسبتر. شوف مثلا هسه during phagocytosis، الابتلاع الخلوي، هاي تونا قلنا phagocytosis، cells may simply internalize particles، internalize يعني تدخلها داخل جسمها، particles من جزيئات او خلايا، يعني حتى ممكن تاكل خلايا، يعني ممكن تاكل بكتيريا انت مثلا، like bacteria cell eating تاكلها. شوف هسه الفاجوسايتوسيس مثلا هاي بارتيكل من هنا جاي تفتر خطيها بحدهم، هذا البلازما الممبرين هو من ياكله، البلازما الممبرين. فاذا تباوع لي شوف جاي يسوي هذا البلازما الممبرين، يجي اول شيء يسموه folded inward، يعني شلون نقول folded، يعني شلون انعقج او انعكف الى الداخل، اللي هو حرفيا اذا تريد تشبهه تخيل انت جاي تشبك واحد، من راح تشبك واحد؟ ايدك هاي اليمنى مثلا هنا صارت، وايدك اليسرى وتلزمه، فيدخل داخل جسمك. هذا هو الادخال الخلوي بهاي الطريقه. اما الاكزوسايتوسيس لا، يبدي يطلع هيك من الخارج ويطلع الى خارج الجسم، اللي هو كانك يعني جاي تدفع واحد، اوكي؟ المهم الاندوسايتوسيس شوف هنا يقول فولت انورد، هاي البارتيكل معينه انا بيضل يستمر يكون فيزيكال نسميها عليها، الى ان تدخل داخلها وتدخل داخل الخليه. فشوف نسميها فود فاكيول، يعني شلون مثل تشيس بطن الاكل او الفاجوسوم نسميها، اوكي؟ فهمناها. يعني بس اهم شيء انت من هذا السلايد اريدك تعرف انه انت مو بتاكل بارتيكلز، حتى ممكن تاكل خلايا، اللي هي اشهر عليها منو ياكل الخلايا او ياكل البكتيريا؟ تونا قلناها الماكروفيج، اوكي؟ الماكروفيج. اما الباينوسايتوسيس اللي هو هسه هذا هو باينوسايتوسيس اللي هو الشرب الخلوي، تدخل لك سولبل ماتيريال، يعني اشياء مذابه مثل سيل درينكينج، تشرب اشياء ابتيك اوف امبيرميبل اكسترا سيلر سوليوتس، يعني اكو سوائل ما تدخل داخل الخليه فندخلها عن طريق الباينوسايتوسيس. شوف مثلا هسه هذا المربع، شوف هم نفس الشيء فولدد انورد ودار عليها وياكلها.
اوكي فش نسميها فيزيكال هاي نسميها فيزيكال لان شربت هاي نسميها فاجوسوم لان سوت ابتلاع فاجوسوم او فوت فاكيول هاي نسميها فيزيكال تمام هسه احنا هذا مو محور اهتمامنا ولا هذا محور اهتمامنا ولا هذا كافي حكينا عنه هذا هو محور اهتمامنا ريسبتر ميديتد اندوسايتوسيس اللي هو الادخال الخلوي عن طريق الريسبترات يعني احنا هسه هنا هسه واحد يقول لك مو ذكرنا هنا اندوسايتوسيس اي ذكرناه بس كانت بهاي الانواع بس انا جاي اقصد لك ريسبتر ميديتد يعني يعني الادخال الخلوي عن طريق منه الريسبتر يعني اكو ريسبتر راح يدخل داخل الخليه احنا مو مسولفين على الخلايا شوف شنو اسم الثاني طبعا يسموه كلاثرين ديبندنت اندوسايتوسيس اوكي كلاثرين ديبندنت اندوسايتوسيس هذا اسم الثاني للار ام اي اللي هو ريسبتر ميديتس اندوسايتوسيس شوف قبل يعني طبعا ها اضيف لك ملاحظه هذا بالنسبه الى خليك مثلا نسوي لك بهالطريقه بالنسبه لهذا الباينوسايتوسيس هذا هذا يكون نون سيلكتيف يعني شنو شيء قدامه عجبه يدخل داخل الجسم يعني الخليه تدخل داخله يعني نون سيلكتيف هذا يعتبر سيلكتيف يعني هذا مو اي شيء يجي يدخل لا يحتاج فد اشياء دقيقه بحيث يحتاج الجسم فيدخلها عن طريق الريسبتر شنو كل ساعه نقول ريسبتر هسه اوضح لك اياها باو اجاك ليجند هسه هذا شنو باو خلينا باو هذا شنو هذا الغشاء البلازمي اوكي هذا خارج الخليه هذا هنا يكون داخل الخليه هسه اتفقنا اشياء بسيطه زين اريد اراويك هسه ان شاء الله انا اجاني فد ليجند اوكي هذا ليجند هذا ليجند معين هذا الليجند اجى مكانه شوف شو مكان شلون جاهز بحيث ارتباط ارتباط صحيح فهنا هذا شو نسميه ريسبتر ليجند كومبلكس اوكي يعني شلون نقول ريسبتر يعني ريسبتر ويا الليجند ارتبط سوا سميناها الكومبلكس ايش راح يصير هسه هذا بوعلى الريسبتر راح يظل يمشي يمشي الى منطقه نسميها كلاثرين كوتد بيتس اللي هي كلاثرين نسبه يمكن الى عالم اعتقد او عالمه ما متاكد صراحه ما بحثت بس هاي الكلاثرين كوتد هيك شيء فتكون منطقه بها كلاثرين اللي هو عباره شلون البروتينات شو تسوي شوف يصير بها انعقاد اللي هو حرفيا هو مثل ما قلت لك منتشبق واحد يعني فولدد انورد شوف هذا الريسبتر راح يجي هاي المنطقه اللي بها هاي البروتينات هاي تساعد بعده اشياء عمليات اوكي فالمهم راح تبدي عمليه الاندوسايتوسيس شوي شوي لحد ما تصير عندك هذه الحلقه عشان تشوفها هاي صارت عندك طوبه بها منو بها هذن المستطيلات الزرق اللي نسميناها كلاثرين بيتس اوكي زين راح ينزل 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 يوصل فد منطقه يعني من يوصل يعني هنا فد منطقه معينه هاي الكلاثرين اللي مثل البروتينات راح ترجع لمكانها الاصلي اوكي فتعوفه من تعوفه هي اصلا شو شغلتها كانت مقويه الترابط بحيث مخليه الريسبتر لازم قوي ويا هذا البرتقالي الليجند اوكي يعني الملتزمات وحده ويا الثانيه قوي من عافنه راح بعدهن فهنا ايش راح يصير راح يعني شو نقول يوصل المنطقه هنا اندوسوم نسميها بحيث يزعلن الريسبتر يروح بجهه ويسوي له دائره ويروح بوحده والليجند يروح بوحده بحيث هذا بعد الريسبتر شو يسوي زعل بعد وراح يمشي يمشي ويمشي الى منطقه هنا مثلا معينه يلتصق ويا هذا الغشاء البلازمي وشوي شوي تبدا تنفتح شوف شلون انفتحت ويرجع مره ثانيه زين الليجند ايش راح يصير بيه اللي هو هسه نسميها اندوسوم بعد هاي ايش بيها هاي راح تمشي تمشي الى فد مثلا تجي ترتبط بها مثلا الجسيمات الحالي تذكرون جسيمات الحالة نسميها لايزوسومز هذين عبارة عن جسيمات تحتوي على إنزيمات هاضمة أو تروح الجهاز كولجي المهم هذا راح يروح لهن ويسوي لهن تحليل وعمليات أخرى فهسه إحنا هاي النظرة العامة للآر أم إي أول شيء عندك الليجند قلنا ليجند comes to مثلاً bind with the receptor النوبة راح الكومبلكس ريسبتر ليجند كومبلكس راح يشي يسوون يهاجرن إلى منطقة يسمونها الكلاثرين كوتيد بيتفد قلنا يسوون ميجريشن هذا إن الريسبتر ليجند راح يسوون ميجريشن إلى هذه المنطقة من راح يوصلن لهاي المنطقة راح تبدي عملية الاندوسايتوز قلنا الاندوسايتوز ستارت النوبة راح يمشي شنو قلنا ورا ما صارت اندوسايتوز نزلت قلنا الفيزيكال اللي هي هاي فيزيكال اسمها راح تبدي تخسر هاي الكلاثرينز راح الكاثرين تروح فش راح يصير راح ينفصلن اوكي ديتاتشمنت او تقول سيبريت المهم يعني قلت ينفصلن بحيث هذا تقول له يروح يسوي ريسايكل هاي نابع هاي يسموها اعاده التدوير يعني راح يصير اعاده تدوير بحيث يرجع مره ثانيه الى سطح الخليه
زين شلون طلع هنا الى الخارج؟ شوف نسميها الاكزوسايتوسيس. من الساعه دخل الى جو نسميها اندوسايتوسيس. هنا طلع الى الخارج نسميها اكزوسايتوسيس. المهم انا قصتي هنا الاندوسوم. هاي شو نسميها اندوسوم؟ قل لي ناو ذا اندوسوم هاز ذا ليجنز ويتش يعني ذين راح تروح شو يسوون الى لايزوسومز اور جهاز كولجي ويسوي العمليات بروسيسنج. بعد شوف شنو يسوي يعني يسوي. المهم احنا عرفنا هاي الدورة. اوكي فهمتوا هاي؟ اذا فهمتوا احنا خلصنا هسه حاليا 50% من المحاضرة. هاي هنا شوي راح يراويك الكلاثرين كوت تقريبا بشكلها شوي اوضح او صورة اخرى. شوف هنا شلون تركيبها صاير بالطريقة. هنا التراي سكيلتون اللي هو جسم تكون ثلاثية يعني شوفها مثل علامة يعني الطيارة او تقريبا هيك مثلا علامة المارسيدس بس شوي معقدة. فالهيفي تشين واللايت تشين هذن يعني المهم هاي جاي يراويك الشكل مالته. شوف يقول لك the pH of the endosomes is maintained. هاي الاندوسومز هاي هسه توني حكيناها ايش قد باقيه يعني او هي الاندوسوم باقيه محافظه على نفسها تقريبا 5.5 إلى 6. اوكي ال pH هاي قيمه ال pH 80 dependent proton at this pH the LDL receptor has low affinity for the LDL particle. هنا هو شنو اكو يمكن اكو سلايد عباره على سلايد. هذا السلايد هو علاقة إلى علاقة المفروض ينشرح بهذا الجزء. أوكي يعني المفروض هنا يجي الشرح مالته. فهسه عوفوا خلي لحظة يعني بواحدة أو أوضح لكم فكرته. خلنا أوضح لكم فكرته. هسه إحنا مو قلنا مثلا يعتبر هذا اللي قلت هو الـ LDL. أوكي يعتبر هذا يعتبر هو الـ LDL. أوكي هسه هذا الليجند يعتبر الال دي ال. هو الال دي ال شنو يعني؟ لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو كوليسترول بس بشكل ال دي ال. وهذا الال دي ال يسمونه الباد كوليسترول. باد كوليسترول يعني كوليسترول سيء. المهم قلنا نفس القصه يرتبط ويجي هنا يروح لمنطقه الكلاثرين كوتد بيت انه يصير اندوسايتوسيس. وهنا مو راح توصل بعد الكلاثرين تروح. فيقول لك هذن ليش انفصلن مثلا؟ هاي ليش جاي يصير الانفصال؟ يقول لك هاي الانفصال لان هي اصلا محافظه الريسبتر اللي هو هذا هسه مثلا مو مرتبط هنا ويا هاي البرتقاليات يمتى هاي بيا حاله بحاله ان البي اتش كانت ايش قد قيمتها؟ 5.5 إلى 6. بس هنا شوي بقيمه البي اتش من وصلنا الى هاي الاندوسوم هنا بهاي المنطقه البي اتش شوي صارت بها تغيرات. فمن صارت فيها تغيرات هاي راح تكون low affinity. وانتو كتبكم اخذوا affinity هو مثل الحب يعني اذا هاي affinity يعني يحبه هواي. فاذا يحبه هواي يمشلب بيه قوي. بس هنا شنو تغيرت فراح يصير low affinity من لو يعني كرهه. فمن كرهه يعوفه ويروح ويخليه بوحدة خطيئين. هي هاي فكرة ال LDL ما راح يعيدوها هسه مرة ثانية. اوكي زين اذا قلنا لك هاي قيمة ال pH شلون محافظين عليها بهالنسبة ما تتغير؟ قلنا بس عن طريق ال AT dependent proton pump. هاي نوع من اللي اخذناها من الاكسنجرات وال ATPase وهاي. فتقول لي حافظ عليها عن طريق هاي. فيقول لك المهم at this pH the LDL receptor has low affinity for the LDL particle and the two dissociate. يعني فصارت فالتغييرات بهاي القيمة و يعني هنا نشوف مو وصلنا احنا هاي القيمه 5.5 فمن صارت بها تغييرات اللي هي تقريبا هاي النسبه التغييرات بهاي النسبه فمن صارت لو افينيتي فوحده زعلن وصار ديسوسييت اللي نسميها الاندوسوم اللي هاي تو قلناه يقول لك عنده اسم ثاني. اوكي شلون هسه الار ام اي قلنا عنده اسم ثاني كلاثرين ديبندنت هم هذا الاندوسوم عنده اسم ثاني شنو نسميه ستار نسميه شوف كومبارتمنت فور ذا انكوفلينج اوف ريسبتر اند ليجند وش طول هذا الاسم اختصاره كيرل. اوكي اختصاره كورل عفوا فانكشنز اوف ريسبتر ميديتد اندوسايتوسيس شنو الفائده هسه هاي القصه هاي صار لنا ساعه او الله خلالك هاي الدنيا كلها تصير ليه شنو الفائده سيجنال ترانسدكشن مثلا اكو اشاره خارج الخليه تريد تدخل داخل الخليه وتعطي امر للنواه الى اخره فتفيدك It's important for the specific uptake for certain substance. أنا إيش قلت لك على الـ RME؟ قلت لك كلهن ذكرنا non-selective. شنو قدامهن ياخذنا؟ بس الـ RME يعتبر specific. ياخذ أشياء دقيقة. Required by the cell. يعني خلية تقول لك يا أريدك تجيب لي فلان شيء فيكون هو specific ويروح يجيبه. مثلا أريد إنسولين. فيروح يجيب لك إنسولين. أريد LDL. فيروح يجيب لك LDL وهكذا. زين. شنو الاشياء اللي هي الليجندات هذن اللي هسه جاي ندخل مثلا حكينا على ال دي ال بعد شنو ممكن انا اقول لك هاي طبعا هنا اذكر لك اكو مثلا سموم او لكتينز مثلا دافثيريا توكسين سيدونوماس توكسين هاي اشياء تفرز البكتيريا كوليرا توكسين مثلا هذا مشهور تحفظ لك مثلا 2 3 رايسين بعد عندك الفيروسات هاي قدامك مثلا هربز ما ذاكر والهربز اوكي روس داركوما فيروس
ادينو فيروس والى اخره، يحفظ لك يعني. شوف ايش قد الدكاتره قالوا لكم تحفظون تحفظون. بعد شنو اشياء ممكن تدخل بهاي العمليه؟ مثلا سيرم ترانسبورت اند بروتين. سيرم ترانسبورت يعني اشياء موجوده بالدم، بالسيرم مال الدم، من بروتينات، من انتي بودي. الانتي بودي هو شنو؟ الاي جي، مثلا اي جي اي، اي جي مثلا جي، اي جي جي، اي جي ام الى اخره. ذن شنو هم يدخلون؟ مثلا ترانسفيرين، هو ترانسفيرين هو بروتين يرتبط بالدم، العفو بروتين يرتبط بالحديد. اوكي هسه راح نحكي عنها. طبعا لو دنسيتي، العفو لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هي نفسها ال LDL المساحة حكينا عليها. اوكي LDL، ال IgE IgA IgG ماتيرنال IgG وها الى اخره. الهرمونات، هرمونات سهلة كلنا نسمعين بها، الانسولين، ابيديرمال جروث فاكتور، جروث هرمون، ثايرويد ستيميليتنج هرمون، نيرف كنترول، كالكتونين، كلوكاجون، اهمهم انسولين الابيديرمال والجروث هرمون هذا مهم، والثايرويد هم مهم، وعندك الكالكتونين مهم. اوكي بقياتنا كلنا مهم، معناته اصلا يعني افضل يعني تحفظون كلنا يعني كلنا قديمات وسامعين بها. سبستانس ريكوايرد باي ذا سيل ابتيك باي ار ام اي اللي هو ريسبتر ميديتد لايك، هاي راح اعيد لك اياها مره ثانيه. يعني شلون نقول، هنا جاي يقول لك مثلا اكو مكونات، هسه انت مو عندك هاي الخليه، هسه خلينا نرسم لك، هسه شوي نبدي بعد نرسم. هسه هاي عندك خليه، وهاي الخليه بيها فد ريسبتر معين. اوكي هاي الخليه بيها ريسبتر معين، اجتك مثلا ماده، خلينا نقول مثلا ال LDL، هذا هذا شنو ال LDL، فانت شنو تحتاج حتى تاخذ ال LDL، شنو تحتاج حتى تاخذ ال LDL وتودي داخل الخليه؟ يقول لك مثلا ال LDL ايش يحتاج؟ يحتاج LDL receptors اللي هو هذا ال LDL receptor. مثلا تريد تدخل لك مثلا، قول تريد مثلا انسولين، انسولين تريد تاخذه وتدخله داخل وين؟ داخل الخليه. هذا عندك هم ريسبتر لها معين. بس هذا شلون الايرون يقول لك ترانسفيرين، احنا راح نحكيها هسه بعد شويه، بس خل اقول لك اياه. الانسولين ما يجي يرتبط بهذا، يسموه ترانسفيرين ريسبتر. اوكي ترانسفيرين ريسبتر، لا عاد شلون انا اقول لك شلون هذا ال... ايش دعوه هالقد هذا الترانس، هذا الانسولين، العفو العفو وين طفرت انا، وين رحيت وين رحيت؟ الانسولين يحتاج شو اسمه الريسبتور ميديت اندوسايتوز والترانسايتوز. هسه هذا عفوا انا هنا كنت اقصد، انا مو على الانسولين جاي اقصد على العفو الحديد الايرون. اوكي الايرون، فاكو فد مركب يسمونه ترانسفيرين، فتخيل هيك شكله. فهذا شنو يريد هذا حتى يعني يدخل داخل الخليه؟ يحتاج كالاتي، يرتبط واحد ايرون، هو يسحب لك اثنين ايرون، وايرون وحده هنا وحده هنا، فمن ياخذهن يلا يجي يمشي يمشي ويرتبط بهذا اللي يسموه ترانسفيرين ريسبتر. من يدخل ترانسفيرين ريسبتر بعد هنا انت راح تاخذه كله ويجي يدخل داخل الخليه. فهمنا الفكره؟ فهمنا الفكره زين. هاي طبعا هسه انا جاي احكي لك بسرعه عامه، هسه شوي شوي راح نحكي الانسولين يم من اوصله راح نرسمه احسن. الكوليسترول راح نحكي على الكوليسترول. الكوليسترول هو عباره عن هرمون بريكورسر. بعد من تقرا كلمه بريكورسر تذكر الكيكه. الكيكه من تريد تسويها تحتاج مثلا ايك، اوكي بيض، تحتاج مثلا دهن، زيت، طحين الى اخره، بيكنج باودر والى اخره. فهذن كلهن لازم كلهن نجيبهن 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 يلا تطلع لك الكيكه. ف يعني الماده الوحده من هنا شو نقول، هي ماده تؤدي وتندمج بالمخد او تشتغل تؤدي لك بنتيجه الى معينه بصناعه شيء معين. الكوليسترول نفس الشيء، يعتبر هرمون بريكورسر، يعني الهرمون مثلا جروث فاكتور الى اخره هرمونات يحتاج بريكورسرات حتى يتكونن. مثلا من امثله على البريكورسرات الكوليسترول، اوكي هو موجود تلقاه بالبلازما ممبرين. منو يصنعه؟ الليفر. هاي معلومات قديمه جاي اسوي لك مراجعه قبلها، يقول لك موجود بالبلازما. منو يصنع الليفر؟ الكوليسترول هو هرمون بريكورسر. اللايبوبروتين هي يعني الشكل الاخر اللي يمشي بالدم، وهو الكوليسترول يعتبر شلون نقول كاره للماء، فالدم هواي بيد ماء، شلون يمشي بيه؟ فما يصير يمشي بهاي الصيغه، يمشي بصيغ صيغ اللايبوبروتين اللي هو اتش دي ال ال دي ال والى اخره جماعتهم. اوكي فالمهم احنا راح نحكي عن اللايبوبروتينز. مثلا ال دي ال هذا يعتبر انسولبل كوليسترول مولكيول تو ذا بودي سيلز، يعني ما يذوب بالجسم بالخلايا، يعني خلايا بيه الماء فيحتاج ان يتحرك. The LDL receptor اللي هو that recognizes specific apoprotein B on LDL complexes binds to the LDL complexes mediated their endocytosis. يعني القصة شنو هاي الدنيا هاي هوسه؟ شوف اكو شيء اسمه LDL
هذا الأصفر يرتبط به شيء اسمه apoprotein B. فذنة وعندك هاي الخلية مثلا بها فد ريسبتر LDL ريسبتر، ما يجي ال LDL بحده ويرتبط، لا اكو شيء apoB يسموه apoprotein B او اكو A هسه بالرسم مثلا B يجي نرتبطن سوا حتى يدخلن داخل الخلية. تمام تمام زين. هسه راح نعيد نفس الخطة. هسه احنا مو فهمنا هاي، هاي مو فهمناها، وين هي هاي مو فهمنا، نفس راح نعيد نكرس عليها بس شوية تغييرات صغيرة صراحة تصير. ناخذها إجاك مثلا مثلا عندك هذا، هسه طبعا شنو هذا، هذا هنا خارج الخلية، هذا داخل الخلية، حتى لو ما يكتب لك هذا داخل الخلية من جاي تقرأ هنا سايتوسول. أوكي هاي مثلا قلت لك راح نرجع عليها، هذا السايتوسول اللي هو داخل الخلية، هذا منه خارج الخلية. فنجي مثلا هذا ال LDL، احنا ما راح نقول هسه LDL و apoprotein و insulin، راح نقول رسة LDL حتى لا ندوخ روحنا. شوف هذا ال LDL راح يجي يرتبط بريسبتر، شنو اسم الريسبتر؟ نسميه LDL ريسبتر، واضح اخو LDL يرتبط بمالت من يعني شو علي يروح البيت علي، LDL يروح ال LDL ريسبتر. فهنا يجي هاي هاي الخضر يعني كلاثرين كوتد فيسكل، هاي تو حكيناها يعني بروتينات تحيط بيها عملية ويدخلن جوا، شنو نسميها العملية اندوسايتوسيس. انا شنو هذا الخضر راح يعوفن، من يعوفن ايش راح يصير؟ يعني شو نقول راح تتكون الاندوسوم بسبب تغييرات بالبي اتش والى اخره، فراح يزعلن اذا قلت اذا يعني حصلت تغييرات بالبي اتش فراح تقل الافينيتي، فهذا الريسبتر نقول ريسايكلد راح يظل يدخل فيزيكال معينه ويرجع مره ثانيه هنا ويظل يمشي يمشي هم يمشي لحد ما يرجع يرتبط مره ثانيه وترجع العمليه. زين هسه عفني انا من الريسبتر، انا عفني هسه هذا ال LDL صار داخل الاندوسوم، ايش راح يصير به؟ راح يروح الى فد لايزوسايمز، اللايزوسومز اللي هن شنو الجسيمات الحاله، والجسيمات الحاله بعد يعرفون شلون يتعاملون وياها، كتلنا يموتلنا يعيشنا شوف شو يسوون وياها يسوون. المهم انا قصتي ادري اعرف LDL يرتبط ويا ريسبتر نفس القصه، يحيط بهن الكلاثرين كوتد فيزيكال، هنوبا يعوفهن انكوتنج نسميه يعوفوه يروحون يرجعن، هنوبا شنو هنوبا راح من راح تقل الافينيتي يعني يزعلن، الافينيتي يعني الحب قل فراح يزعلن، فهذا يروح يرجع نسميه ريسايكل. وهذا الاندوسومز الاندوسوم هاي شنو راح تروح ترتبط ويا جسيمات حالية، او قلنا مثلا مثلا شنو مثلا ويا جسم كولجي، هسه حاليا جاي اقول لك وين لايزوسوم لايزوسومز. فهاي الرسمه هسه فهمناها راح يرجع يكتب لك اياها. فالايفنتس اوف ال دي ال ابتيك خطوات ال دي ال بارتيكل راح ترتبط ويا ال دي ال ريسبتر، تونا قلنا هذا ال دي ال بارتيكل ويا ال دي ال ريسبتر نوبل كلاستر ان كلافرين كلاستر يعني شلون يحيط بهن الهاي كلافرين كوتد فيزيكال. اوكي صح هاي ثاني قلنا انوبا ذا كوتد بيتش بينش اوف تو فورم اندوسايتوسيس، يعني بينش اوف يعني تدخل داخل الخليه بعمليه الاندوسايتوسيس ويصير بها شنو انكوتد بعد يعوفنها، وهاي صدق صارت انكوتد. ذا فيزيكال ار دايركتد تو ان اندوسوم راح يروحن الى الاندوسوم، اوكي هاي صارت الاندوسوم. زين وير ذا لو بي اتش، هنا البي اتش راح تلقاه قليل لو بي اتش، وهذا البي اتش يختلف مثلا عن القيم هاي 5 5 6 6 فقلت من قل هذا البي اتش راح يصير راح يصير تغييرات وبالتالي يعني تقل الافينيتي تغييرات بالشكل، فراح تقل الافينيتي ومن تقل الافينيتي يعني راح يزعلن، فايش راح يصير؟ راح يصير ريليس اوف ال دي ال بارتيكل اللي هو شنو انت سعاليا عندك هذا ال تي ال بارتيكل ومرتبط ويا ريسبتر، فمن الزعلن هذا راح وقت بس ال دي ال بالاندوسوم، هذا ايش راح يصير بيها؟ ذا ريسبتر شوف ريسايكل ريسايكل صار يساعد لك اياها يعني راح يروح ويرجع من برا. اما اللي هو احنا هذا قصتنا ال دي ال بارتيكل تروح الى اللايزوزوم جسيمات الحاله شوف، فراح يصير تفلشن وريليزنج فري كوليسترول اللي هو ال دي ال. تخيل شلون السياره، سياره هاي عندك سياره اوكي، وهاي السياره منو داخلها قاعد داخل هالكوليسترول، فيجي لازم يحرقن بالتيزاب يحرقن السياره فيطلع يشرد منه يطلع الكوليسترول فنستعمله. هذه القضيه سولفنا عليها ممكن تصير عندنا امراض منها، تصير يعني اشياء تخص الام جي دي، هسه راح نحكي على الجينات وهاي السوالف، نسميها فاميليال هايبر كوليستروليميا اللي هو اف اتش، اعتقد الاختصار مالتها اف اتش اي اف اتش. تصير عندك طفرات وراثيه معينه، هاي الطفرات راح تخلي نسبه الكوليسترول شو نقول وين هي اوفر ال دي ال الموجود داخل الدم، الموجود داخل يعني هسه هنا خارج الخليه او داخل بالبلازما تكون نسبته عاليه. ليش؟ لان ما جاي يدخل ما جاي يصير هاي العمليه ويدخل الى جوا.
زين ليش صارت هاي المشكله بقى؟ هنا راح يصير عندك ال دي ال عاليه، وبالتالي ال دي ال هو مثل الكوليسترول مثل الدهون، راح يؤدي الى تكون البليك. رجعوا لي الاثيروسكليروسيس اللي شرحناها. البليك هي مثلا عندك هذا فيزل، وهنا البليك تتكون مثل يعني شلون البليك، ما ادري شلون بالعربي صراحه ما جاي اذكر، ويمكن تكبر تكبر وتسد المجرى مال الدم، فبالتالي ما يتحرك، ممكن يصير عندك اسكيميا والسوالف هاي الباقيه. Which result in coronary heart disease، اللي هي أمراض بالأوعية التاجية اللي هي حيطان قلب، تمام، عندك القلب يغذي الجسم، زين من يغذي؟ يغذي coronary arteries، فذنه ممكن يسدن ويصيب بيك مشاكل. زين أصير بهذا المرض أكثر من 1000 طفرة وراثية بالريسبتر، إحنا ما قلنا هذا عندنا ريسبتر وهالليجن، فهذا يصير بيه 1000 طفرة. إحنا راح نقسمهن 5 أقسام هاي المشاكل. الميوتيشن، الميوتيشن يعني عبارة عن طفرة وراثية، اللي طبعا هاي تنحفظ بالتسلسل. اذا قال لك مثلا هذا يطيح الشرح يقول لك هذا يا كلاس مثلا، ما يصير يقول لك كلاس 3، لا هذا كلاس 2، او يقول لك كلاس 3 شنو تقول له هذا باول. هسه انا عندي شيء اسمه الكلاس 1 يسمونه نولا ميوتيشن، يعني شنو؟ وير سينثيسيس اوف ذا ريسبتر دزنت اكر بالجهاز كولجي وهي السوالف. يعني بين قوسين انت اصلا يعني هسه مو ال دي ال جاي يفتر، خلينا نرجع نمسح هاي السوالف. هسه هاي مثلا نفرض هنا نشبي هذا، نفرض هنا عندك مثلا فد هاي ال دي ال، من يجي جاي يرتبطن بينه هذا الريسبتر، فبالكلاس 1 هاي الميوتيشن الاولى اصلا ذنه ما يتكونن، ما يتكونن، ما موجودات، ما موجودات، فتخيل ما موجود، ماكو اي ريسبترات، فال دي ال راح يضل يفتر بالبلازما، فنسبه تصير عاليه وتصير عندنا حاله المرض فاميليال هايبر ليبيديميا. هاي اول وحده زين يسموها نول ميوتيشنز، اوكي، بحيث التكوين الريسبترات ما موجود اصلا، فبالتالي ما تلقى اكسبريشن، يعني شلون نقول تعبير عن الريسبترات وما نلقاها. بالنسبه الى الكلاس الثاني يقول لك المشكله وين تصير؟ بالترانسبورت بروسيسنج ديفكتيف ميوتيشن، الريسبتر موجوده ومتكونه بس ما يعني الكونهن المصنع كونهن ما يطلعن من الاندوبلازم كريتيكوليوم الشبكه البلازميه الداخليه الى جهاز كولجي، وهالنوبه تروح للسيل ميمبرين. شنو يعني؟ يعني هنا تخيل عندي مثلا انا هنا عندي مثلا هاي الشبكه البلازميه الداخليه، وهنا مثلا عندك هذا جهاز كولجي، فانت هاي الريسبتر اول شيء هنا يتكون مثلا نقول بالشبكه البلازميه الداخليه، انه بيمشي يروح لازم الجهاز كولجي، وجهاز كولجي يوديه بعد وين؟ يوديه الى غشاء البلازما. فهنا ما تصير هاي العمليه، هاي العمليه ما تصير، فشنو نسمي هاي كلاس؟ شنو كلاس 1 و2؟ كلاس 2، بحيث شنو نسميها؟ سميناها المفردة مالتها الترانسبورت بروسيسنج ديفكتيف، يعني ما جاي يصير عملية ترانسبورت ولا بروسيسنج، ما جاي يتم نقله وبروسيسنج إلى الغشاء البلازمي، ما جاي ذكر اسمه، يعني الغشاء البلازمي الخلية ما جاي يروح إلا. الكلاس الثالث يسموه بايندك ديفكتيف ميوتيشن، هنا الريسبتر موجود ومتكون وراح للسيل ميمبرين but failed to bind the LDL. يعني هنا هسه المشكله الثانيه شنو؟ هسه احنا اول مشكله قلنا شنو؟ الريسبتر اصلا ما يتكون، المشكله الثانيه يتكون بس ما يطلع من الشبكه البلازميه الداخليه انه بجهاز كولجي انه يصعد. بالثالثه موجود ويتكون ويجي هنا، بس ال LDL من يجي يرتبط بيه ماكو، ما يقدر يرتبط بيه، يعني مكانه مو جاهز، ما يصير اي ارتباط بيه. فهذا شنو نسميها الخطوه او الكلاس الثالث؟ بايندنج ديفكتيف، يعني مشكله عندك بالبايندنج، اوكي؟ فبالتالي ما يرتبط، وهم من ما يرتبط راح يزيد نسبته بالدم، فيصير عندنا هايبر ليبيديميا. النوع الرابع هنا يصير عندك ديفكتيف بالانترستيلايزيشن، اوكي هنا يجي الريسبتر ويرتبط ويا ال دي ال، بس ما يصير الكونسنتريت ان كوتد بيتس، يعني شنو؟ يعني اوكي احنا مو قلنا اول شيء هنا يجي يرتبط به، ومن يرتبط انه راح يصير عمليه الكوتد، يعني نحاط بهاي الخضر لان مال كوتد كلاثرين، هنا شنو راح ما يصير، يعني ما تحيط بهن وما ينزل جوا اصلا، يعني وما ينحاط بهن، فهنا هم راح يصير عندي مشكله وما راح يدخل داخل الخليه وراح يبقى هم بالبلازما، ويصير عندنا اللي هي يسموها فاميليال هايبر كوليستريميا. زين الكلاس الخامس شنو؟ هنا صار عندك ريسايكلينج ديفكتيف، هنا الريسبتر يرتبطن سوا ويصير بهن كوتد ويدخلن جوا بس ما ينزعلن، احنا مو قلنا اكو لازم الافينيتي تقل، اكو يعني بي اتش راح يقل، فتقل الافينيتي يعني يزعلن وكل واحد الريسبتر يروح يرجع نسوي له ريسايكل، والليجند يروح بعد لايزوزايمز، هنا لا يتشلبن يظلن مصاحبات ما يزعلن. بارتيكلز ان ذا اندوسومز
ما تصير بين عملية ريسايكل إلى السيل سيرفيس and ultimately degraded. يعني شنو؟ يعني هنا بعد من وصلنا بهاي الحالة بقى هنا ما يتعاركن لا يظلن هيك بهالحالة. من هذا نبي يجي بعد هنا الخلية تضطر تجي تحللهن تسويهن degradation فيتحلل الريسبتر ويتحلل ال LDL وبعد ما يرجع إلى هنا وهم ما تلقى وال LDL يبقى بالدم نسبة عالية وصير عندك حالة الفاميليال هايبر كوليسترمية. فهسه تذنب تحفظهن وبالتسلسل ولازم كل واحدة خاصة بها. شوف هسه هذا الكلاس واحد إلى الخامس مثلا هنا هو مراويك ياهن. مثلا قلنا بالكلاس الأول شنو المشكلة؟ ماكو تكوين أصلا ما جاي يتكون ما صير ترانسكليشن بالأمر أن أي ويتحول إلى ها. المشكلة الثانية يتكون بس ما ينتقل ترانسبورت إلى جهاز كولجي هنا ويطلع. كلاس الثالث يجي موجود بس ما يصير ارتباط. الكلاس الرابع يرتبطن بس ما ينزلن جوا. كلاس الخامس ينزلن جوا بس ما يصير ريسايكلينج. وهي نفس الشيء. اوكي هاي خلصنا. هسه احنا منو خلصنا ال LDL. هسه نجي الى شيء اسمه الايرون ابتيك فيا ترانسفيرين. يعني شنو؟ يعني عندك ايرون معين لازم يدخل. انا الايرون احب يعني شويه خل ارسمه هيك بيدي وهنا نجي نبعد الصورة أكيد يعني هي صورة أحسن بس خلينا نرسمها حتى نوضح فكرة. عندك مثلا أنت هذه يقول مثلا عندي فد خلية معينة. أوكي هاي خلية معينة يمتى تتعدل؟ ما تعدلت. هاي الخلية المعينة بها فد ريسبتر. أوكي خل أراويك هذا الريسبتر المعين. فد ريسبتر معين هنا أنا. هذا الريسبتر راح اسميه لك اياه شنو؟ راح اسميه ترانسفيرين كون اسمه يا رب ترانسفيرين ريسبتر. اوكي ريسبتر هذا ترانسفيرين ريسبتر هذا هنا يعني هو شنو شغلته يدخل لك حديد. بس انت هسه تقول يعني يجي الحديد يرتبط لنا؟ اقول لك لا. الحديد كل هذا وجه يفتر هنا. هذا حديد هنا وحده. هاي حديده هنا مثلا هنا عندك هنا حديده وها مثلا هنا واحدة هنا نرسم بعد واحدة قول مثلا هنا بعد واحدة هذه بعد واحدة هنا قول بعد هنا واحدة. فبنفس الوقت اكو شيء يفتر هم بالدم نسميه بروتين الترانسفيرين اللي هو يكون شكله مثلا يعني هو مو هيك شكله حرفيا بس يعني انا احاول اوصل لك الفكرة اللي هو مثلا بهالطريقة. لحظة خلي القى فد اللون بخير. قول مثلا هذا. فشلون يكون شكله الطريقة؟ هذا شوفه يسموه ترانسفيرين مثلا يعني خلنا نطيف الشكل يعني احنا نريد نقرب نفتهم بعد. هذا الترانسفيرين وهميا مثلا نقول بنسبة عالية موجود بالجسم. اوكي او بالدم جاي يفتر دبليكيد مثلا انا. هسه انت شنو عندك حاليا؟ عندك هذا الريسبتر اللي هو سميناه ترانسفيرين ريسبتر وعندك هذا هنا مثلا خلينا نكتب عليه هنا شنو نكتب عليه؟ نكتب عليه الترانسفيرين. نكتب عليه شنو هذا؟ هذا عبارة عن ترانسفيرين فقط مو ترانسفيرين ريسبتر وهذا اسمه ايرون. شو راح يصير؟ راح يجي هذا الترانسفيرين من يجي يريد يرتبط هنا ما يصير. الافينيتي تكون قليله هنا حاليا هو افينيتي مالته قليله يعني مزعلين حرفيا ما يرتبطون. لعد شلون اعلي الافينيتي؟ يجي لك مثلا ايرون واحد هنا أنا معين يجي يرتبط بهاي النقطه ويجي لك فد ايرون ثاني معين يجي هم ارتبط هنا أنا. فهو يجوز يعني يرتبط بس واحد او يرتبط. هسه خلينا نمشي على هذا النمط ان نرتبطن اثنيناتهم. الافينيتي ايش راح يصير هسه حاليا هنا؟ تعلى الافينيتي يعني شنو الحب راح يزداد بيناتهم. بينات من؟ بين الترانسفيرين اللي هو ترانسفيرين ايرون اللي صار عباره عن ترانسفيرين ايرون كومبلكس وبين الترانسفيرين ريسبتر. فهسه صارت عندهم حب عالي فهسه عادي يرجع يصاحبون. فمن يصاحبون بهالطريقه بعد ايش راح يصير؟ من ارتبطن فراح ينزلن هكذا وينزل داخل الجسم وبعد تتم العمليه. ومن تتم طبعا العمليه الايرون راح يعني راح يجي يطلع بوحده وهذا الترانسفيرين وهذا راح يفتر مره ثانيه ويطلع راح يطلع الى الخارج ويرجع هم يعني ينفصل الترانسفيرين بوحده والريسبتر وترجع العمليه كما كانت. فهمنا الفكره؟ اذا فهمناها فهسه نجي نشوف. عندك هيك شيء اسمه هسه منطقي هذا الاصفر قلت لك مثلا اعتبره ايرون هذا مثل مثلث قام زي ترانسفيرين هذا هو ترانسفيرين ريسبتر. اوكي شوف ديفرنت ديفرك ترانسفيرين دايفرك العفو ترانسفيرين
هولد. شوف لازم هاي عندك مثلا انت هذا هسه يعتبر طبعا هنا يعتبر دائما لازم اثنين، فشوف هنا هسه شلون مفتوح حلقين الى اثنين، فبحيث يريدن اثنين منو يرتبط وياهن الترانسفيرين وليس الايرون. الترانسفيرين شو يسوي؟ يجيب الايرون يرتبط وياه. شوف هسه شوف هنا شلون، بحيث الترانسفيرين الوحده هسه احنا خلينا ناخذ هاي بس هي هاي تونا رسمناها، هذا ترانسفيرين ريسبتر وهذا الاخضر ترانسفيرين، ويشيل لك اثنين ايرونات. اوكي مثلا يرتبطان اثنين منها وبعد اثنين منها، فراح يصير همين كوتد بالكلاثرين بيتس، ومن يوصل الكلاثرين بيتس هنا راح يصير شلون نقول تقلل بي اتش مثلا بقيمه 5.5 بي اتش، فالحديد راح ينعاف، الحديد الايرون راح يفصل. الحديد ايش راح يصير؟ راح يجي يطلع ويروح الى الخارج. اما بالنسبه للاحمر اللي هو ترانسفيرين ريسبتر اللي هو الازرق الترانسفيرين، راح يرجع مره ثانيه ويصير به الريسايكل وتتم العمليه مره ثانيه. زين الحديد وين راح يروح؟ راح يصير بي اختزال ريدكشن اللي هو حاليا هو شنو اف اي موجب 3، راح يصير اف اي موجب 2 وبالتالي يروح. طبعا الار بي سي من جاي يتكون الار بي سي هي تحتوي على الهيمات، الليفر عباره عن ستورج كمخزن للفريتين، والسل ميتابوليزم شنو هاي اللي نحطها ما ادري. هسه حكيناها برسمه وحكيناها هنا بالرسمه الثانيه، وهسه راح نحكي بعد ككلام. شوف ايرون از اكو فاكتور يعني فور فيريس انزيمز، يعني يحتاجون عده انزيمات بشغلهم. من يحتاجون الايرون والميتابوليزم وعمليات والى اخره، مثلا تكوين الدي ان اي، الالكترون ترانسفير نقل الالكترونات، الاكسجين ترانسبورت نقل الاكسجين مخز كخزن، كل هاي تحتاج، هاي كل عمليات تحتاج شنو ايرون. فهاي الخلايا بالتالي تحتاج تاخذها عن طريق الريسبتور ميديتد اندوسايتوسيس اللي هي، بس يقول لك الايرون ما يجي يرتبط ويا الريسبتور دايركتلي. لا شلون؟ توني قلنا الايرون راح يسوي اسوشيتس وذ ذا بروتين ترانسفيرين، يعني راح يرتبط ويا الترانسفيرين اللي هو عباره عن بروتين، وهذا الوتش ذين يعني هنا ذين راجع على الترانسفيرين اللي راح يرتبط ويا الترانسفيرين ريسبتور، وهذا الكومبلكس اللي هو ايرون ترانسفيرين راح يذن يصير بهن اندوسايتوز الابتلاع خلوي. الترانسفيرين ايش يقول لك؟ يحتوي على اثنين ايرون توني قلنا، each capable of binding one iron. كل وحده كل شنو هاي each capable الترانسفيرين يحتوي على اثنين ايرونات او ايرون بايندينج دومينز، يعني شلون نقول يعني مكانين للايرون. هسه مرسمناه بهالطريقه احنا بحيث يحتوي على مكانين، هذا مكان اول وهذا مكان اول وثاني. اوكي هذا اول وهذا ثاني يرتبطن به، كل واحد بهم يقدر يشيل له واحد مثلا، هاي اقل شيء يعني. المهم بالاكسترا سيلولار البي اتش قد تقريبا قيمته 7.4 اللي هو معتدل تقريبا، فالافينيتي شنو تكون؟ تعتبر كلش عاليه، فتاخذ الاف اي بصيغته اف اي موجب 3 تونا قلناها. فشلون تكون؟ اول شيء ريسبتر ويا الترانسفيرين كومبلكس راح يصير جنرال ستيبس، يعني قصده نفس القصه كل ساعه جاي نعيدها لفوق حكيناها، يصير اندوسايتوسيس، بس ما عدا ان ذات بوث ذا ريسبتر اند ترانسفيرين، هالمره الريسبتر والترانسفيرين اثنيناتهم دخلن داخل الخليه واثنيناتهم يرجعن، ما عدا الايرون بعد ذبلنا لان هو سوون اجين وهاي الخبصه كلها بس على مود يجيبن الايرون ويروحن بعد. شوف يصير بين ريسايكل تو ذا بلازما برين. الدايفريك هنا عندك في شيء اسمه دايفريك ترانسفيرين، الدايفريك ترانسفيرين هذا تون ترانسفيرين تون رسمناه كل ساعه نرسمها هذا شنو دايفريك يعني اثنين يرتبطون به، يرتبط ويا الترانسفيرين ريسبتر، هذا هنا يصير بي كونسنتريت بالكوتد كلافرين كوتد بيتس، يعني نفس القصه جايين عليها، هو انترنلايزد يعني يدخل داخل الخليه بالاندوسايتوسيس، النوبه هاي الكلافرين تعوفهم، من تعوفهم هاي الكومبلكسز ار دايركتد تروح الى الاندوسوم، والاندوسوم بعد قلنا ينفصلن تقل الافينيتي. اكو شيء يقول لك هنا انت هسه هذا الترانسفيرين اللي رسمت لك اياه هنا، هذا الترانسفيرين هنا هسه حاليا اذا ما مربوط به شيء يعني بحده هيك خطيه اعزل كل شيء ما مرتبط به، تدري شو نسميه؟ نسميه ايبو ترانسفيرين، مو ايبو بس خليني اتاكد حتى ليش لو تحفظوها ايبو ترانسفيرين. اوكي هنا شو نسميه هسه حاليا هو خطيه بحده، فنسميها ايبو ترانسفيرين. ايبو ترانسفيرين اذا ارتبط مثلا ويا وحده، هسه مثلا نقول جيب لنا فد وحده ارتبطت بس وحده، فش نسمي؟ مونو ترانسفيريك. زين فرضا لا ارتبطن باثنين، هذا شو نسمي؟ هذا نسميه داي اللي هي طبعا مونو يعني واحد باللاتيني، وهذا داي يعني اثنين، داي ترانسفيريك، فاي بو يعني ما عنده اي شيء. فهنا هسه راح نجي نحكيهن مره ثانيه، خلي اجيبهن هنا من الصور حتى ليش كيف نرجع عليهم.
استاذ نرجع عليها. شوف هذه ال هسه هاي قدامك. شوف الايبو ترانسفيريك اللي هو ما عنده اي ايرون هاز فيري لو افينيتي فور ذا ريسبتر، يعني عند هذا الترانسفيرين هسه احنا مو قلنا من يرتبط يلا يروح للريسبتر. مثلا افرض اكو ريسبتر هنا، هذا الريسبتر المعين من يجي يرتبط ويا يمتى يجي يرتبط ويا؟ قلت لك فقط من تكون عنده افينيتي عالي. يمتى تكون افينيتي عالي؟ بس حكينا من يرتبط بايرون. هسه هذا ما عنده ايرون فالافينيتي تكون كلش قليله. زين المونوفيرك يعني عنده بس وحده، فهنا الافينيتي شويه تكون متوسطه. اما الدايفيرك هنا بعد ارتبط ادى الشروط، يعني شلون واحد هاي مارتا وهذا هو ادى الشروط، جيب لي هالقد فلوس هالقد ما ادري شنو ذهب بيتي الى اخره، ادى شروطها فقبلت بي. فمن قبلت يعني هاي افينيتي صارت. موست ترانسفيرين از اندوسايتوتد ان ذا دايفريك فورم، يعني يقول لك معظمه من يدخل الا بشكل الدايفريك، يعني قليل تشوفه يدخل مونو او ابو تراف ترانسفيرين الا يعني في حالات يمكن مرضيه يجوز. زين الترانسايتوس شنو؟ الترانسايتوس فكرته تقريبا هي مكمله هاي الفكره نفسها صار ساعه نعيد بها، يدخل وينفصل وما ادري شنو. بس شنو فكرته؟ انه شويه الفكره تكون كالاتي، انه هسه احنا مو هذا مثلا اجى دخل هنا وهالمره ايش راح يصير؟ يعني تقول مثلا الريسبتر وين هذا اثنيناتهم، يعني هسه مو هنا مثلا هاي داخل الخليه داخل هنا هم اكو خارج خليه، فيجيبه من الخارج من هناك ويدخله الى الخارج من هنا عبر الخليه، يعبر عبر الخليه. مثل عليها مثال عليها، خلينا ناخذ ابسط مثال عليها. مثلا عندك هنا الام هاي مثلا هاي المشيمه، وهذا عندك هنا الجاهل، يعني الرسم ما ادري شلونه بس مثلا جاهل هنا هذا مثلا البلاسنتا. فالبلاسنتا اللي هنا غشاء، فالمواد تعبر عن طريق هذا الغشاء الى من الدوره الدمويه مال الام الى مثلا الطفل، فتعبر عن طريق شنو؟ تعبر عن طريق هاي البلاسنتا. فهاش يسموها ترانس سايتوسيس، من اسمه ترانس يعني عبور خلال. اوكي نرجع الى ترانس سايتوسيس وين راحت. شوف از ا تايب اوف ترانسيلر ترانسبورت، يعني عبور خلال الخليه. ترانس يعني خلال الخليه. يقول لك ماكرو مولكيولز متعدده، ماكرو يعني مولكيولات شوي كبيره الحجم، ترانسبورتد اكروس ذا انتيرير اوف سيل ار كابتشرد ان فيزيكال، يعني دخلها داخل فيزيكال مثل التشيس من جهه معينه وان سايد اوف ذا سيل، وتمشي داخل الخليه الى ان تطلع من جهه ثانيه. شوف مثلا هسه عندك هذا الاي جي اي، شوف هنا شلون اجى ارتبط هذا مثلا جهه معينه، فيجي يجي دخل داخل خليه، فيتحرك داخل خليه داخل 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 خليه، ولو ينطرد من هاي الجهه الثانيه. تمام تمام. هسه راح ناخذ امثله عليها نفتهم. مثلا هنا جاي اخذ لك هو مثال عليه ماترنال اي جي جي، اللي هو هذه من الام الى اعتقد اللي هو من الام الى ايه اللي هو اعتقد من الام ال شنو من الام الى الطفل. اوكي فمثلا شوف هذا الاي جي جي يجي هنا يدخل انحيطه فيزيكال، فتمشي هاي الفيزيكال تمشي تمشي الى ان توصل الى هذا الجهه المعينه تطرده. اوكي تطرده الى الخارج. بعد شنو عندك؟ ترانسايتوسيس اوف انسولين. خلينا ناخذ الانسولين، ما سولفنا عن الانسولين. هو الانسولين هو المثال الاشهر على هاي العمليه الترانسايتوسيس. شوف هنا يجي مثلا عندك هذا الانسولين، خلينا نباوع هاي مثلا هاي خليه وهاي خليه بصفها فمرتبطات عن تايد جنكشنز. هنا مثلا يتذكر جماعه التشو اوف ذا بدي شنو نسمي هاي مثلا ديزموسومز جاب جنكشنز، عده انواع حكينا عنها هسه ما لها علاقه بها. عندك هاي مثلا المربعه الخضراء اللي شنو نسميها الانسولين، اجت ارتبطت بريسبتر معين نسميه انسولين ريسبتر. علي اجى ارتباط ببيت علي، محمد اجى ركب ببيت محمد، واضحه ما بها اي مشكله. بس ما عدا مال ايرون سميناه ترانسفيرين، وحتى مو مشكلين هو اصلا ترانسفيرين اللي يرتبط فسميناه نسبه له وليس نسبه الى ايرون ريسبتر. هاي لازم تتاكدون عليه وتنتبهون. فالمهم عندك هذا الانسولين اجى هنا ارتبط بالريسبتر، فمن اتصل دخل بهاي الكوتيد كلافرين حاطط بيه بالاندوسايتوسيس هنا صارت بيه. هسه راح تصير عمليه ترانسايتوسيس. ايش راح يصير؟ مثلا هنا سايمد شنو هاي الحاطه، المهم راح تظل هاي تمشي الفيزيكال الى هنا يصير عمليه الاخراج الخلوي، بحيث شنو يخرج اخراج خلوي، بحيث تجي هذا همين الريسبتر وهذا الانسولين يبدي ينطرد عن من الخليه ويدخل الى مجرى الدم، ويدخل عن طريق الريسبترات. هاي بعد هنا لها علاقه، يعني الاجسام او الخلايا يستقبلن الانسولين، يعني الانسولين يروح على ريسبتر يسموه جلات 4، فمن يفعله يظل هذا ياخذ الكلوكوز. وانت ليش ينفرز الانسولين بالدم؟ يعني هسه انت موجود عندك مثلا نقول هاي جا الانسولين من البنكرياس دخل داخل الخليه ويريد يروح، ليش فرزه اصلا؟ يعني انت تاكل اكل بحلى، حلى عالي، فالحلى العالي لازم يعني سكر يعني كلوكوز عالي، فلازم هذا الكلوكوز ندخله الى داخل الخلايا. شلون؟ يجي الانسولين بالترانزايتوسيس يروح على قناه تسموها جلوت 4 موجوده مثلا بالسكلتال مسلس العضلات
العضلات الهيكلية، فيفعلها ويزيد من نشاطها، فتظل هاي تاخذ هواي كلوكوز وترجع داخل مثلا المصل، فنقلل من الكلوكوز الموجود بمجرى الدم. اوكي، مراجعة الى هذا الكلام كلنا قلناه، اللي يقول لك نقسمها على الريسبتور والليجنت، يعني انواع الريسبتور ميديتد. اكو مثلا المود الاول مثلا راح نسولف عليه، الريسبتور سوى ريسايكل، يعني رجع مره ثانيه الى البيس ممبرين. اما الليجنت راح لللايزوم وفلشنا، منو اخذنا عليه تونا هالفكره الاي ال دي ال. شنو الفائده يعني وظيفيا؟ ميتابوليك ال دي ال. ليش ال دي ال؟ هو عباره عن كوليسترول، يعني ميتابوليك ابتيك. اكو مثلا اخذنا ريسبتور ريسايكلد يرجع مره ثانيه، والليجنت حمر رجع مره ثانيه، اكزامبل عليه ترانسفيرين. والترانسفيرين احنا قلنا شنو عليه؟ وين هذا الركيو؟ مو قلنا هذا سيل ترانسفيرين ومرتبط بالايرون، يعني ويجن مثلا خلينا نجي اراكيا يجي يرتبط بهاي الطريقه، فيمشي جوا 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 الخليه مثلا وصل داخل الخليه، ايش راح يصير؟ الايرون يروح بعد هنا يمشي يروح ديجريشن والى اخره، وهذا ان الترانسفيرين والريسبتور الاثنين يرجعون يطلعون الى الخارج. فشنو سمينا هاي العملية؟ إن اثنيناتهم ريسايكلد، اللي هو الليجنت اللي هو ترانسفيرين والريسبتر، فاثنيناتهم رجعن، فنسمينا هاي الـ يعني النوع الثاني اللي هو ميتابوليك فايت هم بالميتابوليزم. النوع الثاني الريسبتر تفلش والليجنت هم تفلش، مثل الإنسولين ديجريديشن، اثنيناتهم هسه هنا حكينا قلنا الريسبتر رجع مرة ثانية، لا ما حكينا قلنا عليه، اثنيناتهم صار بهم ديجريديشن وتفلشن، الريسبتر والإنسولين. فهاي مثال عليها الانسولين. بعد شنو ما اخذنا عليه؟ مثلا الاميون اللي هو اي جي جي وهاي السوالف، بيدرمال جروث فاكتور. شنو الفايده مال هاي السالفه؟ ريسبتور داون ريجليشن، يعني هذا تدري شنو مثلا مرات هاي يعني هو طبعا بس مذكوره ما شارحيه، مرات يصير عندك كلش نسبه عاليه من افرض هنا عندك مثلا تخيل عندك كلش هوايه صار انسولين، فالخليه ما تستعمل هاي الكميه العاليه، فايش راح تسوي؟ يقول لك راح اسفيك، بحيث هذا مو يدخل هسه، هذا يدخل داخل الخليه، هو اثنيناتهم احنا تونا قلنا اثنين راح يتفلشن بعد من مجرد دخوله، بعد الريسبتر راح يتفلش والليجند راح يتفلش، فتقول شو اسوي؟ ما راح اخلي بعد احصل اثنيناتهم اظل افلش بهن، يعني اجيبهن وادخلهم داخل الخليه، فالكلوكوز او الانسولين الموجود باقي، فراح يبقى هنا ما حد شلون نقول ما حد يحترمه، فكنتيجه تقل عدد الريسبترات، فنتقل عدد الريسبترات نسميها يعني نسميها داون ريجليشن او ريسبتر داون ريجليشن، يعني تقليل عدد الريسبترات. بس بالنسبه للان او هنا مثلا ما قلت لك عليه، احنا مو قلنا الانسولين اللي هو كلاثرين، شنو اسمه الثاني؟ كلاثرين ديبندنت نايتريك اوكسايد الميديتد، يعني هاي منو يحافظ عليها؟ النايتريك اوكسايد. اوكي، النوع الرابع عندك الريسبتر ترانسفيرد، يعني ترانسفيرد عبر من جهه الى جهه، واللي قلت هم عبر من جهة إلى جهة، هاي منو حكينا عليها انتونا؟ ال ترانسيتوسيس طبعا هو ما أدري إيش ما تعتبر ال ها مذنة تفلشين اثنيناتين، بس هنا إذا اثنيناتين عبرا مثال عليه من ينتقل من الأم إلى الطفل، شنو عبرنا مثلا؟ مثلا قلنا اي جي جي مثلا جي أو اي، فذنا شنو عبرا من الأم للطفل؟ ما يتفلشين، لازم فقط نقل، فهاي اي جي ماتيرنال يعني مال الأم وهذا سكرتري اي جي اي. فمثلا نقل مثل ماترنال اوف فيتوس اميونيتي فيا بلاسنتا، يعني من تحصل الطفل مين يحصل هاي الاميونيتي والدفاع مالته؟ يجيبها من البلاسنتا، اللي مين تجي هاي؟ من الام. اوكي زين، الريسبترات مرات تزداد تلقاها فوق الخليه كلش هواي، ومرات تلقاها لا تكون قليله مثلا بس اثنين، هذا اذا زاد عددهن نسميها اب ريجوليشن، شوف نزيد عددها، واذا قل عددها نسميها داون ريجوليشن. زين هسه راح نجي على الانسولين، هو نفس القصة. شو يقول؟ This mechanism اللي هو uptake of occupied insulin receptor، اللي هو انت occupied insulin receptor يعني عندك هذا الريسبتر occupied، يعني مشغول بالانسولين او يعني مشغول، فالجسم الخلية تدخل الى الداخل. ليش؟ يقول لك حتى تقلل عدد الريسبترات الموجودة بالميمبرين ريسبتر، نسميها down regulation. ف which desensitize the cell to contain to a continued presence of high circulation insulin concentration. شنو هالجمل المعقد اللي جاي يسووها؟ يعني يقول لك مثلا هسه هذا الانسولين ريسبتر ليش يدخل اللي هو اوكيبايد، يعني مشغول، ندخله داخل الخليه بحيث نقلل عدد الريسبترات حتى تحافظ على ان الخليه تحتوي على نسبه عاليه من الانسولين، هاي سيركيليشن، يعني الانسولين يبقى بالسيركيليتي يكون عاليا، ما ادخله داخل الخليه، انا اريده يبقى خارج الخليه عالي.
فيقول لك الانسولين بايندينج بروبرلي انديوسز ا كونفرميشن تشينج ان ذا انسولين ريسبتر ذات الاوز تو بي ريكوجنايزد باي ذا كوتد بيت. يعني هاي يقول لك هنا يصير بيها تغيرات كونفرميشن تشينج اللي هي مناطق ارتباط الانسولين مع الريسبترات. ف من يتعرف عليه الكوتد بيت يعني من يتحرك هذا ويوصل الى الكوتد بيت فيتم التعرف عليه عن طريق هاي التغيرات. يعني مجرد معلومات عامه ما ادري شو جاي يذبها يعني ماكو فن دائره. ان ذا اندوسوم اللي هاي مساحتنا نحكيها الانسولين يبقى مرتبط بالريسبتر وهذا نسميه كومبلكس واستركدت تو ذا لايزوسومز فور ديجريديشن. احنا هسه متونا قلناها هسه هاي الجمله الوحيده اللي بيها خير هنا مثلا هسه هاي الاندوسوم الريسبتر واللي قلنا اثنينات الموجودات فشنو راح يجي في اللايزوزايمز تفلشن اوكي طب ديجريديشن لهذا احنا اعتبرناه هنا قلنا اثنينات اللي يصير بها ديجريديشن بالانسولين تمام. الفيرال انتري هنا عندك فيروس هذا فيروس والفيروس مثلا خلينا هاي يسموها سبايكس طبعا البكتيريا يسموها فيمبري اللي هي مثل الشعيرات اعتبرها هذا فيروس او هاي يسموها سبايكس يعني مثل البروزات منها تريد تدخل داخل خليه هاي عندك مثلا خليه هاي خليه اوكي سو في early stage of infection viral life cycle as the virus comes into contact with host host يعني هاي الخليه مالتك ويجي يرتبطن سوا يعني يجي يقعد بصفه تخيلج and introduce viral material into the cell يعني الفيروس من يجي يرتبط بالخليه مثلا يجي اول شيء يتشلب بيها انه اول شيء فدي يسوي لك مثل الانبوب وشنو محتويات بداخله يذبها داخل الخليه شلون كانه راكب سفينه فضائيه وينزل من السفينه داخل الخليه ويبقي السفينه اللي هي جسمه الى الخارج فشوفه شلون يجي هذا هم نفس القصه طبعا هو يجي يرتبط هنا يعني يكذب على الجسم والجسم ما يحس به ويدخله فيدخله هنا بالكلاثرين فهنا يصير كلاثرين تعوفه فهنا يصير اندوسومز فهنا تدي تخرج محتوياته بحيث هو شوف مسوي كم طبقه الروحه واي مسوي طبقات الطبقه الاساسيه كلش جوا نشوفها هاي فيدخل داخل الخليه ويلعب جول. The major steps involved in viral entry هذا طبعا هذا العنوان هو يعني تابع الى المفروض يعني هو موجود بالموديول immunity and infection او infection of and immunity اللي هو السيشن خمس عفوا سمستر الخامس اللي هو اول شيء لازم شنو هنا adhesion يعني يرتبط بها او البايندينج وراها شنو يجي ارتباط هسه شنو يسوي فيوجن يعني مادته الموجوده هنا يدفعها الى داخل الخليه وهاي مواد تروح الى النواه والدي ان اي والار ان اي والى اخره من السوالف هنا بيرجع تطلع الى الخارج وتروح لحد ما يرجع ينضج روحه مره ثانيه ويرجع تتكرر العمليه. فيقول لك هل الخليه تمتلك هنا هذا السؤال يعني يقول لك الخليه عندها ريسبتورات للفيروس تقول له نعم يس وروح ابحث ليش هنا هسه انتري فيا جينيتك انجكشن اللي تونا حكيناها هسه مو عندي انا هاي خليه معينه وهذا هنا فيروس معين فهذا الفيروس يريد يذب مواد داخله يعني جينيتك انجكشن يعني مواد الدي ان اي وهاي السوال يريد يذبها داخل يعني هاي يريد يذبها داخل الخليه شلون؟ يقول لك هذا يعتبر نوع ثالث من الدخول الفيروس الى الجسم ويكون فيري سبيسيفيك يرتبط اول شيء بالسيرفيس مال السيل هاي يجي يقترب ويرتبط بيها النوبه شنو يسوي لها قلت لك مثل البوري يعني يقول لك مثل الابره يبزها وهاي الابره داخل الماده الجينيه مالته ويخلي باقي جسمه خارج شوف مثل الجسم قلت لك السفينه الفضائيه يبقى بالخارج ومادته الوراثيه العفو تدخل داخل الجسم او الخليه او السن الثالث هوست سيل ف يقول لك هذا هاي العمليه من يسويها يا نوع من الفيروسات النوع من الفيروسات اللي هو يقول لك انا اقدر ادمر الجسم بس اريد من هاي اكثر كون هاي مادتي جينيه اذبها داخل الخليه بعد ما عليك انا اضمنها اكو فيروس ما تدمرها اكو فيروسات لا تحتاج بس الجينيتك تدخلها داخل السل وبعد تشتغل فيقول لك هاي العمليه مخصوصه الى الفيروس only gene is required for infection يعني الفيروسات اللي تحتاج بس الجين ماده جينيه مالتها تسوي لها انجكشن وهاي انواع عليها ويقول لك بعد اذا نريد نقول هم محدوده علما يقول لك ان الفيروس اكسبت ذس بيهيفير يعني الفيروسات اللي عندها هذا التصرف بحيث تذب هاي مادتها هي مخصوصه له. ذا بيست ستدي اكزامبل يعني يقول لك اكثر مثال مشهور سارس كوفيد اللي هو كوفيد كورونا مرض كورونا 19 وهيباتو فيروس اي هذا هن يسوي لك هاي السالفه. فيقول لك وفقا للدراسات الجديده ان
هذا الكورونا شو تسوي؟ مو تجي مثلا هنا هاي الخليه فتروح اكو شيء انت سامع بيه انجيوتنسينجين، وانجيوتنسينجين يتحول انجيوتنسينجين 1 وانه بيتحول انجيوتنسينجين 2 مصحى متذكروها. فشلون يتحول من 1 الى 2؟ عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي هو النزله اي سي اي اي سي اي. فهو شو يسوي هذا الـ يعني الفيروس هذا يجي الى هذا الانزيم المعين او الريسبتر مال هذا الانزيم اي سي اي ويجي يوقفه يعني الى اخره من العمليات اللي تشتغلها عليه عن طريق السبايكس. السبايكس هاي مالته اوكي از ان انتري ريسبتر، يعني يقول لك يروح يدور لك على المكان وين مكان موجود بهاي الريسبترات مال اي سي اي، فهو يروح يدخل عن طريقها هذا الكورونا فيروس. زين هو يسألك سؤال، هذا الاي سي اي انت وين تلقاه؟ انت يعني اكيد يعني ماخذ بالكارديوفاسكولار، ماخذ باليورينري سيستم، ماخذ باي مكان، المهم تعرف اي سي موجوده بالرئات. فلهذا احنا نلاحظ ان الكورونا فيروس تلقاه بالرئات موجود. ثانك يو، اتمنى المحاضره كانت واضحه ومفهومه، ان شاء الله التوفيق يا رب، حفظوها وشبيحكم ابطال.